تنبؤات الأرصاد الجوية باقتراب منخفض جوي ألقت بظلالها على المواطنين هذا الأسبوع، وذلك باستعدادهم توفير كل الحاجيات الأساسية لتعذر الخروج أثناء المنخفض. ويتركز اهتمام المواطنين في الأغلب على توفير الوقود لغايات التدفئة، إلى جانب توفير المواد الغذائية. عم نحضر حالنا من أسبوع زي ما بيحكوا، لانه حذرونا هم كمان الارصاد الجويه عم بتحذر جدا من المنخفض الجاي، واحنا قاعدين بنجهز حالنا من اسبوع، قاعدين بنجهز حالنا، بنجهز بضاعتنا، بنجهز الهريسه، بنجهز للسحلب عشان ما ننقطع. عبينا غاز وعبينا سولار، وهي الثلاجه كمان عم نعبي فيها. عادي عادي، يعني انتم عم بتكبر موضوع الثلج، يعني الثلج طبيعي جدا، من الله خلقنا واحنا نشوف الثلج. نتعامل معه. والله هي الحمد لله بنحضر، طبعا اكيد باخذ احتياطات الواحد. حضرنا حالنا من رز لسكر لكاز، كل احتياجاتنا موجوده الحمد لله. هو التجهيزات والله يفترض انه الانسان يكون متجهز عنده، يعني اهم حاجه التدفئه بالذات، يعني في البيت يكون في صيانه للادوات اللي راح يستخدمها، خاصه اذا ما كان في تدفئه في البيت. يعني الواحد هي الشغلات التدفئه، يعني من صوب، من غاز، من كاز، بيقبل متزايد شوي على الخبز. يعني كثير ناس كثير اللي بياخذ مثلا بنص بياخذ بلرتين، واللي بياخذ مثلا بلرتين بياخذ بثلاثه، وهذا شيء يعني مش انا مش شغالين على طول. يعني كما يتزايد الاقبال على الحلويات الشعبيه كالهريسه، وايضا المشروبات الساخنه كالسحلب والعدس. بشكل عام بالشتاء اقبال الناس على السحلب والحلويات جدا كويس، لانه زي ما بقولوا الهريسه بالشتاء بتدفي، او الحلو بشكل عام بالشتاء بدفي، والسحلب نفس الشيء. كل الهريسه، الحوامه، شغلات مثل هيك، يعني البلديه الشعبيه اللي متعودين عليها من اول احنا. ما بنستغني على الحلويات اكيد لانها بتدفي. كنافه اشعريه مع سكر، مهلبيه، دحدح، سحلب وعدس. ممكن يعني اشياء بسيطه مثلا زي كاستر، مثلا زي كيك، زي شغلات عوامه، شغلات يعني شعبيه، خلينا نقول اكلات شعبيه مقدور عليها، يعني في كل مستويات المجتمع الاردني. فمنذ سماع المواطنين باخبار العاصفه الثلجيه هدى، وهم في حاله توتر وقلق، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة عدم الخروج من المنزل أثناء المنخفض الجوي إلا للضرورة القصوى.